وظهر قارون في الأحداث، وكان كل يوم يذهب فيه إلى فرعون يمر بموكبه من أمام عبيد بني إسرائيل ويتباهى بزينته أمامهم، ووقع كثير منهم في حب الدنيا وتمنى أن يكون قارونا آخر. ابتعدوا، افسحوا الطريق أيها العبيد لموكب مولاي قارون. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من ذهب وغنى، إنه لذو حظ عظيم. ما أجمل وجهي حين يسود، ما أجمل وجهي حين يكسوه الذهب. من أغنى مني في هذا العالم؟ من الذي يملك ذهبا بهذه الكمية؟ يا لحظك السعيدة يا قارون. وظل موسى يدعو الناس في كل وقت وفي كل حين، وكان يقول لهم إن قارون طاغ، وإن ذهبه سوف يسلسل به يوم القيامة لأنه لا يعطي منه للفقراء، وسيحشر هو وفرعون في الدرك الأسفل من النار مع الجبابرة والطغاة. وكان منهم من يستمع، وكان منهم من لا يستمع له. سيدي قارون، إن الفقراء في مصر كثيرون ويحتاجون للمساعدة، ساعدهم، ساعدهم يا مولاي حتى يبارك الله لك في مالك. ألا يأكلون ويشربون؟ ألا ينامون تحت أسقف بيوتهم التي تحميهم من البرد والمطر؟ إنهم يأكلون الفتات ولا يجدون ما يغطيهم في الشتاء. فليعملوا، لا بد أن يعملوا، لقد عملت أنا وكوزت ثروة، فليعملوا حتى يغتنوا. إنهم يعملون ليل نهار، ولكنك تعرف أن فرعون لا يعطيهم ما يكفيهم. وتريدني أنا أن أعطيهم؟ نعم، فلقد من الله عليك بالغنى. من الله علي؟ أتريد أن تقول لي إن الله هو من أعطاني كل هذا الذهب؟ هو من أغناني؟ إن الله يعطي كل شيء. أيها الرجل الخرف، إن الذهب ذهبي، وإنما أوتيته على علم عندي، ليس لله يد في هذا. استغفر الله، المال مال الله ولله ميراث السماوات والأرض. ابتغي الدار الآخرة التي أعدها الله للمتقين، أعطي الفقراء من مالك حتى يديمه الله عليه، إن المال فتنة ولا يفتنك الشيطان به. أراك تتحدث بلسان موسى، هل آمنت به أنت الآخر؟ إن موسى ساحر ويجب أن يقتل، وإن تحدثت بمثل هذا الحديث مرة أخرى لأعاقبنك عقابا شديدا. اغرب عن وجهي، اغرب. يدعو العبيد إلى الصبر والقوة حتى يأتي يوم الخلاص. لقد هزمني هو والسحرة أمامهم. السحرة نالوا جزاءهم، وبقي جزاء موسى. بعزة فرعون، لن أدع هذا اليوم يأتي، سأجعل جنودي يهلكون العبيد قبل هذا اليوم. ومن هو موسى حتى يقف أمامنا ويقوي العبيد علينا؟ إنه عبد فقير ليس له قوة ولا حيلة. لن يهدأ لي بال حتى أنتقم من موسى. كان يجب قتل موسى منذ ولادته. دع الانتقام لي.
إن موسى مشهور عند قومه بالطهر والنقاء، ولكنه كذلك فعلا. هذا ما تتصوره أنت وقومه، وهذا ما سأبينه له ولقومه. وما يزال موسى بن عمران يدعو قومه ليلا ونهارا لدين الله، وما زال العبيد يجادلون ويسألون. فلتدع ربك يا موسى أن يعطينا ذهبا مثلما أعطى قارون. إذا ملكنا الذهب فسنكون أقوياء. ويقول لهم إن الذهب زائل، وإن الله هو الباقي، وإن القوة لله جميعا، وإن الله هو الغني، وما نحن إلا فقراء أمام الله. لقد اشتد أثر فرعون بقارون، وأصبح يدا بيد ضدنا. آه يا موسى، كم أنت رائع اليوم وأنت تقف تعذو الناس وتكلمهم عن دين ربك، وكم كنت رائعا كذلك أمس عندما كنت نائما في أحضاني. لا تتعجبوا، فهذه هي الحقيقة. أعذرني يا موسى، ولكنني يجب أن أعرف هؤلاء العبيد من أنت. إنهم عبيد حائرون، وقد سحرتهم بكلامك كما سحرتني بكلامك وجسدك المفتول. هيا 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 فلتخلع هذا الثوب، لقد أصابني الملل منه. هيا قل لهم من أنت. أكنت تواعد هذه الساقطة يا موسى؟ أتنهانا عن الفحشاء والمنكر وتفعلهما أنت؟ قل لنا من أنت. لا والله، إن من مثل موسى لا يفعل هذا مطلقا. إنها امرأة كافرة وتريد لنا الكفر جميعا. وتقدم موسى من المرأة البغي ونظر في عينيها بعمق، وسألها لماذا تتهمه بتهمة لم يفعلها، وقال لها عما سيلاقيه العبد الذي يرمي الناس بالباطل من عذاب يوم القيامة، وكيف سيقف أمام الله بعد أن كذب. ولكن إذا تاب العبد وقال الصدق فسيغفر الله له ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ما هذا الذي يقوله موسى؟ إنني أسمع هذا الكلام لأول مرة. إنني أبحث عن المغفرة من فرعون وقارون بإعطاء جسدي لهما، بينما يتقبلها رب موسى بالتوبة والعمل الصالح. من أنت بحق الآلهة؟ من أنت يا موسى؟ وقال لها موسى إنني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا لكم كي أخرجكم من الظلمات إلى النور. الله الذي خلق كل شيء، الله الباقي، والكل يزول. أنت رسول الله حق، فلتدع رب أن يغفر لي. سامحني يا موسى، سامحني، إن قارون هو من أمرني أن أفعل هذا. لقد أعطاني الذهب كي أرميك بتهمة باطلة حتى ينفض من حولك العبيد. وهنا رفع موسى يديه إلى السماء وحمد الله على أنه أظهر الحقيقة، وهلل العبيد بسعادة لموسى بعد أن عرفوا الحقيقة. لقد نصرك الله يا موسى وأظهر الحق، إنك مثال للطهر والنقاء. النصر لرب موسى، النصر لرب موسى، النصر لرب موسى.